السلام عليكم. هذه استراحة كذا مسوينها بين المرحلة الثانية والثالثة اللي قبل شوية تكلمنا فيها، مسوينها عبارة عن قهوة أو يعني استراحة بايكة. خلينا نشوف ايش فيها. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم. عليكم السلام. هذه الاستراحة. مكان استراحتنا. يبيعوا موية، يبيعوا بسكوت شاهي وما يبارد. جزاهم الله خير. هذه بالحجر مبنية. يا مرحبا. يا هلا والله. من فين أبوي؟ من فين حج أنت؟ من فين؟ كردستان. كردستان والنعم، تقبل الله. من فين ابويا؟ انديا. ما شاء الله ما شاء الله. من فين ابويا؟ وين ار يو فروم؟ انديا. هذه استراحه، حبيتوا تشربوا مويه جزاكم الله خير. وهذه النزله وهذه الطلعه.